وقل رب زدني علما. وكثرت الخطاة إلى المساجد، لا يقول أحد المسجد بعيد ابعد عني 200 متر 300 متر 500 أكثر فأقل، لا، ما دام أن كثرت الخطاة تجمع مسألتين درجات يرتبط في كل مرة، ما إذا رفع قدما رفع الله له درجة، وإذا وضع أخرى حط الله عنه خطيئة مهما طال. وكثرة الخطأ إلى المساجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما جاء الواحد منهم من مسافة، أما الجمعة فيأتي أحدهم من مسافة 12 ميل، والميل عندما يذكر في الشرع ليس بالميل الذي هو قسيم الكيلو، وإنما الميل الواحد أكثر من الكيلو الواحد، فكان يأتي من 12 ميلا لصلاة الكريمة، الماشي على قدميه يحتاج إلى السير على الأقل ساعتين كاملة إلى أن يصل المسجد. كان أحد الصحابة بيته بعيدا، كان بيته بعيدا عن المسجد، ويمشي في الليل وفي الحر، قال له واحد: لو اشتريت حمارا، اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما كنت أود أن بيتي بجانب المسجد، إنني أحتسب خطايا إلى المسجد ذهابا وإيابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه كل ذلك له. والحديث صحيح لكن لا أدري هل هو فيما سنقدم عليه أو لا.